وصلت مطار بورت سودان الدولي الطائرة الإغاثية السعودية السادسة والتي تحمل على متنها 30 طنا من السلال الغذائية والمواد الطبية. يأتي ذلك ضمن الجسر الجوي الإغاثي السعودي الذي يسيره مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية لمساعدة الشعب السوداني الشقيق، إنفاذا لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وولي العهد الأمير محمد بن سلمان رئيس مجلس الوزراء، وتجسيدا للدور الإنساني النبيل الذي تقوم به المملكة تجاه الدول الشقيقة والصديقة.